بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض ليسون نمبر 6 في تشابتر نمبر 1 لثيم 2. ما زلنا بنتكلم على السكاي والسماء، ودراستنا للسكاي وللسماء عموما حاجه ممتعه جدا على فكره، ومن زمان والعلم ده ناس كتير بتحب ان هي تذاكره وتكون مهتمه بيه. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض على حاجة اسمها How bright is bright، وهو يعني مصطلح كده بيتقال عشان نوصف فيه ازاي نور الشمس بتبقى قوية. بمعنى ايه؟ نفترض ان انت قدامك السن، واحنا اتفقنا على فكرة قبل كده ان the sun is a star، ان السن دي ان الشمس هي عبارة عن نجمة، صح ولا لا؟ طيب السؤال هنا، لو انا حطيت نجمة ستار جنب السن، مين هيكون منور اكتر؟ مين هيكون مور برايت؟ كلمة برايت يعني لامع. بشكل منطقي ان السن the sun more bright than the stars او other stars. السن دايما بيكون منورة اكتر من the other stars، من النجوم التانية، ماشي؟ ده ليه؟ ده because the sun is nearer to us from other stars. السن بيكون قريبة لنا من النجوم التانية. طيب لو احنا جينا نحاول نجاوب على الاكسرسايز ده، بيقول لي observe the picture then answer، يعني بيقول لي هنا بص على الشمس طالعة ومنورة الدنيا، هنا المون طالع ومنور بس مش منور زي الشمس. فبيقول لي هنا ايه، the sun is brighter than other stars. طبعا هنا هنقول ايه، the sun is brighter than other stars. السن هي اللي منورة اكتر. stars look dimmer than the sun، يعني بتبان اقل او ضلمة اكتر من السن. because stars are far away، نكتب هنا far away، كلمة far away يعني بعيدة عننا. the sun is brighter than stars، ده true or false، ماشي؟ because sun is closer يعني قريب، closer to us than other stars، طبعا هيكون صح. المقصود بالاكتيفيتي ده يا شباب هي فكرة ان النجوم بعيدة عننا علشان كده هي مش بتنور اكتر. ايه رأيكم بقى في السنتنس دي، في الجملة دي؟ وان السن is nearer to us، السن دي قريبة لنا وبالتالي هي بتنور اكتر، ماشي؟ طيب deep sky and space، احنا لو بصينا للسماء اللي احنا شايفينه ده حتة من السكاي، مش كله يعني، احنا شايفين جزء واحد وفي ستارز، في نجوم، خلاص. تعالوا نقرا، بيقول لي هنا read the following paragraph and then answer the following. تعالوا نقرا مع بعض. بيقول لي هنا the shapes and the dots you see in figure 1، ده figure 1، you see in figure 1 is not a star or are not a stars. They are galaxies where stars exist. بمعنى ركزوا في الصورة دي، ممكن واحد يشوف الصورة دي لأول مرة يقول دي الصورة دي اللي قدامنا دي صورة نجوم، صورة stars. في الحقيقة لا، اللي قدامنا دي حاجة اسمها galaxies. الجالاكسيس دي حاجة كبيرة جدا وجواها بيكون في حاجة اسمها stars. each galaxy contain many stars. يبقى ركز معي، في حاجة اسمها galaxy، ده المهم في الاكتيفيتي. الجالاكسي بيحتوي على ايه من جواه؟ جوا الجالاكسي في حاجة اسمها stars، يبقى الجالاكسي جواها ايه؟ جواها star. يعني انا لو الدايرة دي، بص كده، لو الدايرة دي galaxy، جوه الجالاكسي هلاقي النقط دي، النقط دي ايه؟ النقط دي ستارز. يعني انا لو حطيت دايره كده على الدايره الحته دي وبصيت، دي كده عباره عن جالاكسي. الجالاكسي دي من جواها ممكن اشوف من جواها، هلاقي جواها ستارز. طيب مش فاهم يا مستر، هقول لك انا.
نكمل الباراجراف وبعد كده هفهمك الحتة دي بالتفصيل. بيقول لي ايه؟ نقرأ تاني من الاول. The shapes and dots اللي انت شايفه هنا you see in figure 1 are not stars. دي مش stars. They are galaxies where stars exist. Each galaxy contain many many stars. كل جالاكسي، عشان هسألكوا في الكلام ده كمان شوية، contain بتحتوي على stars. As you see in figure 2. Our sun، ركز معايا، الشمس بتاعتنا، in a galaxy like this one. شايفين الشكل ده؟ الشمس بتاعتنا جوه الحاجات دي، احنا كلنا جوه الحاجات دي. This picture of galaxy was taken by tool called telescope. ودي نقطة مهمة جدا. في كلمة هنا اسمها تيلي سكوب. كلمة تيليسكوب هو جهاز بنستخدمه، اللي هو الجهاز ده بنستخدمه to observe the sky، عشان ندرس السكاي، which help to see very dim and far away objects. تعالوا نحاول نجاوب. بيقول هنا our sun found in galaxy. our sun، السن بتاعتنا موجودة جوه جالاكسي. كلمة جالاكسي بالعربي يعني مجرة. كلمة جالاكسي بالعربي يعني ايه؟ يعني مجرة. يبقى احنا موجودين جوه ايه؟ جوه جالاكسي، جوه مجرة. space consist of، space متكون من ايه؟ متكون من many galaxies. ما هي الجالاكسي دي حاجة كبيرة جدا. space او الفضاء بتاعنا او الكون بتاعنا متكون من مجموعة من الجالاكسيز. which device can use to see galaxies؟ طبعا احنا قلنا ايه؟ التلسكوب. ده كان اكتيفيتي سريع، يعني هو الجزء الاهم فيه هو الجزء الاول، انك تعرف ان السن از مور برايت. الجزء الثاني ده مهم، انك تعرف ان الجالاكسي جواها ستارز، وان ده مهم جدا، ان الجالاكسي المجموعه، الجالاكسي دي مجره جواها ستارز، وان علشان ادرس الستارز دي انا محتاج تلسكوب. ماشي، هنقف لحد هنا في الليسون ده، وان شاء الله كده ليسون 6 خلص، هناخد مع بعض ليسون نمبر 7 في الفيديو اللي جاي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.